Currents I1 equals 4 امبير and I2 run perpendicular to the XY plane، يعني إما لجوه زي ده أو لبره. In long straight wires as shown in the figure. Well, if the net magnetic field at the origin in the directions shown، this direction shown يعني الاتجاه ده 45 درجة، يعني لو اتحلل يبقى ال Bx يساوي ال By. We'll find the value and direction in or out of I2. مبدئين ال I1 داخل جوه الصفحة، جوه الصفحة يعني عامل B كده، يبقى ده B1 طبعا لازم يكون كده والتاني يكون لتحت عشان تبقى المحصلة كده، ولازم ال B1 يساوي ال B2 علشان يكون تكون المحصلة 45 درجة، يبقى ده داخل لجوه كده. طب ده عشان يكون لتحت، يبقى ايه؟ لو كان لبره هيعمل لتحت، لكن لو كان لجوه هيعمل لفوق، يبقى اكيد هو لبره فعامل لتحت، هيبقى هنا كده نقطة. يبقى مبدئيا I2 is out of page عشان يديني الاتجاه اللي هو لتحت كده. طيب احنا عارفين ان ال B1 يساوي ال B2، ليه؟ عشان الزاوية 45 درجة. يبقى I1 على R1 طبعا في ميو نوت على 2 باي، هتروح مع بعض هتساوي ميو نوت على 2 باي في I2 على R2، ده هيروح مع ده. ال I1 4، ال R1 3، 6، يبقى ال I2 6 في 4 على 3 يعني 8 أمبير، يبقى 8 أمبير، وقلنا قبل كده إن هو out of page.